لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، روحي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا، يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا، يا سيد الشهداء غريب غريب، يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار، يا أبا عبد الله، ومجرح ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، وما أخلقنا منه جديدا، وتظله شجر القنا حتى أبت، إرسالها هاجرة إليه بريدا، تحمي أشعتها العيون كأنما انتظم البيان الميدا، وثواكل في النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، للعيس يحكيها إذا حنت، للعيس يحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عند التغريدة، ناديت فقطعت القلوب بصوتها، فكأنما انتظم البيان فريدا، أنسان عيني يا حسين خييا، أملي وعقد جماني المنضودا، ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاياك صدودا، لمحنة شغلتك عنها أمقلا، حشاك حشاك إنك ما بريحت ودودا، أخي حسين إن كنت تسأل عن حال أختك العقيلة، أخي حسين إن أستعين قامت
جاءت إلي ثواكل لم تدري إلا النوح والتعديد وكفيلنا ما بقي إلا هذا العليل الذي وضعت الجامعة والأغلال في يديه ورجليه وكفيلنا يا فوق المطي معالج من سقمه ومن الحديد قيودا ويصيح واذلا أين عشيرتي وسرايت قومي أين ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتين وبعاديه أترى يعود يجود لنا الزمان بوصلهم لا والله هيهات ما للواس من ميعادي وهو على تلك المهزولة والعقيل على تلك المهزولة تحف بها النساء والأيتام هذه تنادي عمي لقد خزينا من كثرة النظر إلينا وإذا بالشام مزينة وإذا بالأعلام منشورة وكل يهنئ الآخر بأبرك الأيام وإذا بابن العقيلية يرجع إلى أمه مناديا أمه ألبس البسيني ثيابي الجدد ما الذي جرى بني أراك تسأل عن ثيابك الجدد هل هناك عيد لا نعلمه قال أمه لقد جيء بنساء الخارج أيوة حسينا لقد جيء بنساء الخارج سبايا مربقين بالحبال حليد العقيلية يقلها اليوم زينة ملبوسي المذخور لا يا الأعيادي وين يلا يا عقلي ايش السبب تنده من بعيد يا هول قالها خوارج ثايره والنصر لزيد والروس جابوا بروس السمهريه صاحت يا عقلي واخذ الخبر يا نور عيني من طفلهم
منهم يا ابني ومدينتهم يسألهم واسأل يا عقلي عن الزعيم الذابحين وويلاه راح وقف بالجدة ولاحت له الروس فوق الارماح تلوحت خجل نور الشموس عاين علي يبكي وين وذا وبالعالم ونين وعاين يا سيرة لذبيها كل يتيمة صاحبن هذه لضعن كل زعيمة قالها يا حرمة مصيبتك كلفة وهضيمة شنهو ديانتكم وطنكم يا مدينة قاحل قالت اسلام احنا ورطيبة كلمة نتريد من المدينة اسألني عنه قالها يا مسبي المدينة بلاد هلا بالله ردان اشدك شاني خالي تعرفين من خالك يا ولدي تعرفين ابو سجادي وتعرفين عباس تعرفين الاكبر والنشامل ترفع الراس تعرفين ابو شيمه تعرفيني زينب بضعة الزهر المصون إنا لله وإنا إليه راجعون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله على ظالمي آل بيت محمد وعلى ظالمي شيعتهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحديث في هذه اللحظات يدور حول التربية النفسية، حديث تربوي.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الآية تطرح مفاهيم أمام المتبصر. الآية تشير إلى قضيتين من القضايا التي يتوجب على كل مؤمن أن يلتفت إليهما، قضية الدنيا والآخرة، قضية الذكر الذي يشمل الآخرة وقضية الدنيا. الآية تطرح مفهوم ترى قد أفلح من تزكى، يعني تشير إلى أن زبدة الحياة الإنسان، زبدة حياة الإنسان بهاي الدنيا هي بمدى تزكيته لنفسه. وإما إذا أهمل نفسه وتشبث بالدنيا فإنه طبيعي، ترى أكو عندنا اللهو معادلة يعني منطقية. أجيب لك مثال، وهذا المثال ترى اللهو يطرح كثير من علماء التربية الأخلاق، يقولون ترى الدنيا والآخرة طبيعي كلما اقترب الفرد منا إلى الدنيا ابتعد عن وكلما اقترب إلى الآخرة ابتعد عن الدنيا، مثل اللي جالس بوسط المأتم. الآن مثال تقريبي لذهنك عزيزي، الآن اللي قاعد بوسط المأتم لو افترضنا اقترب إلى هالناحية معناته ابتعد عنها هالناحية، ولو اقترب لها الناحية معناته ابتعد عنها الناحية، هذه شيء طبيعي. يعني إذا اقترب إلى جهة ابتعد عن نقيضها، عن نقيضها، يعني هذا إذا اقترب إلى الشمال ابتعد عن الجنوب، وإذا اقترب إلى الجنوب ابتعد عن الشمال كذلك. ولهذا الدنيا والآخرة ترى ضرتان لا يمكن الجمع بينهما. ولهذا يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، إن حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب. ولهذا الآية تخاطب الإنسان اللي يوم القيامة بيروح هناك وبيقول أفيضوا علينا، ها أعطونا بعد، إيش بيقولون له؟ أذهبتم طيباتكم في الحياة. اللي بيتلفظ بهالكلمات أنا أريد، بيقولون له أنت خلاص استنفدت رصيدك. شايف؟ السيد العلامة دستغيب رحمة الله عليه، رجل تربوي حقيقة، يضرب مثال جدا روعة، المثال لطيف بحد ذاته، يعني بيه لطافة لكن فيه عبرة يعني عظيمة. المثال اللي سوق دستغيب رحمة الله عليه، أو يضرب دستغيب أو يطرح دستغيب رحمة الله عليه، هذا المثال الظاهر تحصله بالذنوب الكبيرة، كتاب الذنوب الكبيرة بمجلدين. يقول الإنسان اللي يركض وراء الدنيا يفسد آخرته مثل رجل، يجيب مثال يضرب مثال بإنسان، يقول رجل يحب أكل الطين، فد واحد يحب أكل طين، يأكل طين، بعد الناس مزاجها هذا عنده هواية يأكل الطين. عموما بغض النظر هذه حقيقية أو لا، القضية من العبرة يعني، شايف؟ قضية من العبرة يعني. يقول هذا الرجال يحب يأكل طين دائما، يوم من الأيام راح إلى صاحب حانوت، صاحب دكان، قال له أعطيني كيلو سكر، أريد كيلو سكر، أنا راح أشتري كيلو سكر. هو صاحب الدكان الوزن اللي عنده هاي الصنجة كانت من طين، الوزن اللي عند صاحب الدكان مسوي له طينة ثقل الكيلو، يعني شايف مسوي الوزن هادي طين، سوينا عاجن لطين وخلاها بوزن كيلو وخلاها مشكلة على شكل اللي هو هاي الوزنة الصنجة هاي، شايف، ويوزن بها ثقلها كيلو. المهم قال له أريد كيلو سكر، قال له خير إن شاء الله. هذا صاحب الدكان خلى الوزنة بكفة ميزان، يريد رايح داخل المخزن يجيب لي سكر، هذا موت الطين وشايف لطينة قدامه، شايف هذا 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 ياكل طين وشايف طينه بارزه الان قدامه، امامه طينه بارزه امامه محطوطه قدامه بالميزان، ما قدر يقاوم شهوه اللهو، حب الطين عنده، انغط على الطينه واخذها وقام لك يقرض بيها، اكلها نصها اكلها. بس غيب يقول هو لما اكلها نصها
جاء صاحب الدكان جاب السكر، بهالحالة راح يحصل على كم؟ هو نص كيلو طبيعي، لأنه هو قاعد يقرض، هو قاعد يقرض بالوزنة. بعد اللي يأكل حبيب الحرام بالدنيا قاعد يستنفذ رصيد الآخرة. عاد هذا دستغيب يجي هنا يجي له يفصل لنا هاي المثال، يقول هذا الإنسان اللي عنده شهوة حب الطين لو سيطر على شهوته كان حصل كيلو سكر كامل، لكن أفسد الكيلو، أكل نصف طين ونصف. لو صبر كان حصل سكر حلو لهو لذيذ أحسن من الطين. كذلك اللي ما يصبر حبيبي عن الشهوات، سلام الله عليك يا علي، يدخل عليه واحد ببيته، وإذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ترى علي بن أبي طالب، وهذا الرجال لما دخل عليه كان بأيام خلافة علي بن أبي طالب، وكر عليك ترى علي بن أبي طالب خليفة رسول الله من غير فاصل، يعني عقيدتنا ماكو فاصل، هو الخليفة وإن أقصي عن منصبه هو الخليفة الشرعي، شايف؟ بأيام خلافته يعني الدولة كلها، مقدرات الدولة وأموال الدولة وإدارة الدولة كلها بيده، يدخل عليه وإذا قاعد على حصير، على حصير يطالع، وإذا يكسر اللهوة كسرة الخبز يابسة يكسرها علي بن أبي طالب بيده، ويلينها بماء وملح، إلين هاي القطعة كسرة الخبز بماء وملح. استغرب هذا، قال لسيدي أنت أمير المؤمنين، المفروض بقصر تصير، مفروض بقصر وأبها وكذا. قال لي يا هذا، يقول استفت إلى المثال اللي ضرب علي بن أبي طالب، قال لي لو واحد يريد ينتقل من دار إلى دار، لو واحد يريد يتحول على ما نقول إحنا لهجتنا بيتحول، يروح يقعد هالشكل متربع ببيته وبعدين يجيب عفش ماله، لو أول ينقل العفش ماله، ينقل أغراضه، ينقل كذا، وبعدين هو يقول له إحنا متاعنا حريرنا متاعنا لذائذنا نقلناها إلى ونحن إليها صائرون، كل من عليها فان، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. فالآية تشير لها المفهوم هذا عزيزي، ترى الآية تشير إلى قضية، ترى زبدة حياة الإنسان بمدى قربه من الله عز وجل، ولهذا الآية هنا عتب من الله عز وجل على إلى عباده، مو كل العباد طبعا طبيعة الحال، هاي مو قاعدة كلية يعني، وإنما الأكثر، الأكثر قد أفلح من تزكى، الله عز وجل يطرح لنا شنو توجيه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني طالع الخطاب خطاب انت عزيزي المستمع اتذوق شوية الآية، اتذوق شوية، حاول ان انت شوية تخلي الآية هاي لهوة بذوق شوية، طالع انت تخيل واحد يخاطب ولده المحبوب إلى قلبه، يقول له ولدي المفروض ما تمشي بهالطريق، بني المفروض تتوجه إلى هذا المكان مثلا، طالع اسلوب الآية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، توجيه، كلمات رحمة، كلمات لطف إلهي عز وجل، كلمات كلها نعم حب لهؤلاء العباد. التفت إلى شلون؟ حاولت تذوق الآية، نعم شلون كأنما توجيه، يعني كلها رقة، كلها نعم حنان، كلها عطف من الله عز وجل، وهذا أسلوب القرآن حبيبي، ترى يعني الله عز وجل ترى لما يطرح لنا تسهيلات الله مو محتاج. عجيب هالعبد هذا، عجيب يعني، ما أدري شلون أحيانا الإنسان يتصرف في التصرفات كنه هو القوي. الآن خل نجي مثلا إلى القوة، القوة عند من؟
القوة عند الله، السيطرة لمن؟ لله. الأرض أرض الله، الرزق رزق الله، كل شيء لله. هل عبد هذا ما يملك لنفسه شيء؟ طالع شلون عزيزي المنطق الإلهي. المنطق الإلهي لما الله عز وجل شي يقول قل يا عبادي، طالع شلون الرحمة، طالع شلون الشفقة. الله مو محتاج لما يقعد يسهل لعباده ترى أبدا، بس العبد عاد خلى شوية يخجل من نفسه حقيقة. والله الواحد لما يقعد ترى يتأمل بالمنهج القرآني يحصل روحه اش كثر مذنب. ولهذا ترى بعض العلماء يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من تعصي. الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما عشرات مئات الآيات آيات الرحمة. هذا منطق الله عز وجل كل رحمة وهو القوي ترى. يعني الله عز وجل لما يسهل إلى العباد ها ولطف بالعباد مو يعني خوف منهم واحد يزعل ولا خوف كذا ولا خوف واحد يستحمق هالشكيل أبدا. الله مو خايف من أحد ولا يعجز أحد. هذا منطق الله وهو القوي. تعال منطق الإنسان الضعيف، تعال شو يسوي عاد. تعال الإنسان، تعال الإنسان يأفس لك الدنيا. لا إله إلا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. ناس تقول اتق الله، اتق الله، خاف الله، ارحمها الضعفاء عاد، ارحمها المساكين عاد، ارحمها هالمعدومين ذول ارحمهم عاد، شوي ارحمهم، خفف عليهم شوية وإذا يلمح لك بقوة شوية وإذا أنا بسوي وأنا بفعل وأنا بحطم وأنا بسحق وأنا وأنا وأنا. لا إله إلا الله. الله غافل يعني؟ الله عاجز؟ لما الله يرسل موسى وهارون إلى فرعون يقول قولا له قولا لينا حاشوب طيب حاشوب لطف. يعني الله خايف من فرعون؟ طالع لما أن تمادى فرعون بطغيانه صابه ها؟ وطالع شلون أنت حقيقة الحكمة الإلهية الماي بحياة الشعوب بحياة الناس كلها وجعلنا من الماء كل شيء. ماكو أحد لا شجر لا طير لا حيوان لا بهيمة لا إنسان ما حد يستغني عن الماء. الله أهلك فرعون بالذي فيه حياة الناس. طالع شلون الله ولا الحكمة الإلهية الماء اللي به حياة الناس وحياة متوقفة عليه الله قتل به فرعون. حط طواغيت بني العباس نفس الشيء بس عاد يريد لها واحد يتوعى عاد. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. أحط طواغيت بني العباس الله ضرب ضربة ما تاب عاد. ألا ما نقول احنا ما الصخ عاد ايش كثر عاد هلك الناس قتل الناس بطش بالناس عذب الناس جار على الناس آخرتها. الله أراد يخليه عبرة. وحتى فرعون ترى الله ايش قال له بالقرآن ننجيك ببدنك لتكن لمن خلفك آية. الله يقول لفرعون بنطلع جسدك بس على الشاطي روحك بناخده وجسدك بنذبه الحيتان ما راح تاكلك راح نطلع جسدك نعم علشان تكون عبرة إلى أي طاغوت بيجي من بعدك لا يتفرعن. ترى الله بالوجود ترى الله قادر. عموما هالطاغوت هذا تمادى الله ضرب ضربة بمرض ينقلها دسغي بيضا. جاء الطبيب يعالجه قال له والله علاجك شو أقول لك؟ يقول له علاجك إنك ما تشرب ماء. تناب الطبيب دور لك فد علاج ثاني. هذا مو علاج مو خوش علاج مو خوش علاج هذا. يعني شنو ما اشرب ماي صير هذه بعد هذا علاجك انت ان شرب ماي تموت
هالماء اللي تشرب منه حتى أجلكم الله الخنازير، خنازير تشرب، الكلاب تشرب، ها؟ حتى يعني حتى أرذل الخلق الله يشربون، إلا هالملعون هذا ممنوع. شايف؟ إلا هالملعون هذا الله حارمه. أدخل هذه مو عبرة، هذه مو عبرة. الماء في متناول الجميع حبيبي، لكن هذا الله سبحانه وتعالى شاء الله ما يشرب. قال لي يا بفتش لك عن فد علاج ثاني، هذا مو علاج، مو خوش علاج، هذا شنو العلاج؟ قال لي هذا علاجك، هذا علاجك ما تشرب ماء. صبر يهم يومي بالكثير، يعني كم بيصبر بعد؟ كم بيصبر؟ لمتى بيصبر؟ إلى متى بيصبر؟ إلى متى بيصمد؟ ها؟ إلى متى بيصمد؟ إلى متى؟ ولو يشرب عصير ما فيه بعد. ها؟ إلى متى راح يصمد؟ صبر يوم يومين، يوم ثالث قال اسقوني شربة ماء لو فيها أنا ميت ميت، يقول أموت عطشان ليش؟ شيء اسقوني شربة ماء لو فيها هلاكي. وبالفعل يقول دسغيب رحمة الله عليه يقول سقوه جرعة ماء والله عجل بروح على جهنم الحمراء. عموما هذه عبر يطرحها التاريخ، تفت عزيزي، هذه عبر يطرحها التاريخ. وكما قال علي ما أكثر العبر وأقل. يا أخي والله تعجب للإنسان ضعيف ما يقدر يسوي لروحه شيء، لا يجلب لها نفعا ولا يدفع عنها ضرا. الإمام الحسين في رواية واردة عن مولانا أبي عبد الله، واحد من ذولا اللي يؤثرون الحياة الدنيا ومراضي يتوب، قال له أنت معود مراضي التوب، سوي لك فد ثلاث شغلات عندي لك سويها. ناقلها الرواية أنا هذه، ها؟ والله بعد يمكن مثل ما قلت لك ترى، لأن أقرأ أربعة مجالس بكل ليلة، وأحيانا ترى وكل مجلس أحيانا مو يعني ما يتفق موضوع، كل ما تمطرح موضوع تشتبه أحيانا المواضيع، فإذا وقعت بتكرار كن تنبهني عزيزي ترى، ها؟ إذا وقعت أنا بتكرار يكون نبهني ترى هذا الموضوع طارح أنت، مو يومية بعد تملنا بهالموضوع هذا تجيبه بدل. شايف؟ ترى عادي يعني. وعلى فكرة أوجه انتباهك عزيزي، أي واحد من الإخوان يكون عنده ترى توجيه، ترى بكل نعم بكل رحابة الصدر أقبل توجيه الإخوان، وأي واحد عنده انتقاد بناء بس يكون خلى النقد بناء، ترى أنا أتقبل أي توجيه أي انتقاد أي نصيحة. شايف؟ بحاجة إلى نصايحكم أيها الأعزاء، بحاجة إلى نصايحكم وتوجيهاتكم، ها؟ الإنسان لا يخلو من النقص يعني على كل حال. فقال له الإمام الحسين أنت مرضي تبطل من هالمعاصي، عندي لك ثلاث شغلات سويها وعصي على كيفك. قال له شنو أبا عبد الله؟ قال أولها أخرج من أرض الله وعصي كما تشاء. قال له وين أروح؟ وين أروح؟ قال له إذا أنت ما عندك مأوى إلا أرض الله أو ما تستحي أن تعصيه وأنت على ملكه؟ الواحد إذا دخل بيت واحد وقعد على فراشه بعد ما يستحي خونه ويقدر به على فراشه؟ ها؟ يحترم المفروض هاي المكان. يقول له أنت قاعد على أرض الله بملك الله وما تستحي تعصيه؟ قال له ما عندي مكان أروح. قال له زيد هاي ثانية، خذ الثانية، هاي ما تقدر تسويها اصنع اللهوة، قم بالثانية. قال له شنو؟ قال له لا تأكل من رزق الله واعصي كما تشاء، لا تأكل من خيرات الله. قال له من أكل بعد؟ أجيب لي طعام من وين؟ ما عندي لا. قال له هاي خيرات الله. قال له ما تستحي تأكل من خيرات الله عز وجل، ها؟ تأكل خيره وتعبد غيره، تأكل من خيرات الله وتتقلب بنعمه وكأنك فرعون على الناس، لا ترحم مسكين ولا ترحم ضعيف، تيتم الناس، تبهدل الناس، تشرد الناس، لا تأكل من خيراته إذا بتعصيه. قال ما عندي غيره. قال له بعد ثالثة، هاي ما عجزان عنه، سوي الثالثة. قال له شنو؟ قال له إذا جاء عزرائيل إذا جاء دفع عن روحك، قل له عزرائيل روح لا طرش لك فد درزل من ذوله، ها؟
قل لعزرائيل روح غصبا عنك تروح عني، لا طرش لك يعني كم واحد يأدبونك، تمام روح ابتعد عن حدودك. عزرائيل لا يخاف، لا يخاف من أحد ولا يقبل رشاوة بحد، لتى لو قال له بعطيك شيك على بياض، شيك مفتوح بعطيك عزرائيل بس خطرني، دور عني روح لف لواحد ثاني يا شكل. عزرائيل ما يقبل رشاوة حبيبي، لا رشاوة تنفع وياه ولا حتى كوماندوس ينفع وياه، ما ينفع وياه عزرائيل. شهيد إذا إجا عزرائيل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. هذا الإنسان وهذا ضعف الإنسان، وهذه قوة الباري عز وجل وسطوة الباري عز وجل، ولكن الله يعامل عباده بلطف، بلطف أيها الأعزاء. صور أنت يعني من هوان الدنيا على الله، حقيقة والله حقيقة يعني من هوان الدنيا على الله عز وجل أن يكون ترى حثالة، حثالة من حثالات التأريخ حقيقة يعني. الحسين يبقى على بوغاء كربلاء ويزيد الفاجر يسوم الناس كما تسام العبيد، من هوان لكن يبقى السؤال قائم، يبقى السؤال وين يزيد؟ ها؟ وين يزيد اللي آثر الحياة الدنيا؟ وين راح يزيد؟ وين راح؟ وأين الحسين؟ أوليس في قلوبي من والاه ذكره؟ ها؟ وين يزيد راح؟ وين؟ قد أفلح من تزكى، حقيقة يعني حقيقة. نعم الحسين الذي بقى على بوغائها وبقت تلك الكوكبة المنيرة على يا بوغاء كربلاء، وإذا يا بتلك الأجساد، هذا عن يمينه هذا على يمينه وذاك على شماله وهذا على حر وجهه، عندما تجن أو يأتي ليل الحادي عشر، وإذا بالعقيلة زينب تقف بإزاء المعركة تسمع أنين القتلى، وإلى جانبها سكينة، وإذا بسكينة تخاطب عمتها اتنادي بالله يا عم بهالجثة ما تخبريني من الذي موزع يا عم قبال عيني اثنين، والله مذوبيني ما ادري يا ابن عمي يا عمه وقع في وين، ما ادري يتكور مثل بدر في خسوفة، لا وقع عنا بعيد واحنا ما نشوفه، علامة العريس مخضوبه جفوفه، ولا سمعنا تقطعت منه الكفين، صاحت هالموزع يا عم علي الأكبر، واللي بجنب أولاد عبد الله بن جعفر وابن الحسن بثياب عير سما تغير، من
إن طلعت مجذن بثوب العرس تشفين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وسيدي ومولاي، نسألك بمحمد وآل محمد فك أسرانا، أيد علماءنا العاملين، أرجع مسافرينا سالمين. إلهي انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واحلل غضبك على القوم المنافقين. إلهي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه محمد وآله، سرج الظلمة وبحرمة سورة الفاتحة تسبقها صلوات.